قال الناطق باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماي إن قوات الجيش الوطني الليبي نفذت عملية نوعية في مدينة أوباري استهدفت قياديا بتنظيم داعش المدعو محمد ميلود محمد أبو عمر. وأكد المسماري أنه بفضل جنود القيادة العامة البواسل أصبح هذا العنصر الخطير في قبضة القوات المسلحة الليبية. نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً باشتراك الفرقات المصرية سجم الفاتح مع المجموعة القتالية المصاحبة لحاملات الطائرات الفرنسية شارل دوغول في نطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبي. وتعد حاملات الطائرات الفرنسية شارل دوغول حاملة الطائرات الأوروبية الوحيدة التي تعمل بالطاقة النووية.